للمزيد معنا من فيينا الصحفي والإعلامي العراقي السيد زياد السنجري. أستاذ زياد، بداية مرحبا بك. الثورة تدخل شهرها السادس على الرغم من كل حملات التشويه القمع الحكومي، كيف تنظر إلى مسيرة الثورة؟ نعم، مساء الخير وتحياتي لكم ولجمهوركم الكريم وكل مشاهديكم مشاهدي قناة الرافدين من الذين يتابعون الأحداث في العراق. نعم، الثورة العراقية تدخل شهرها السادس أو غدا إن شاء الله، مع أحداث درامية تشهدها العراق الآن، أحداث كبيرة، نهج وقتل ذبح المتظاهرين. لم تدخر الحكومة والميليشيات وسيلة إلا واستخدمتها لقمع هذه الثورة الكبيرة، هذه الثورة المجيدة، ثورة تشرين العظيمة، والتي أراد العراقيون أن يقولوا للحكومة الخضراء ولإيران وميليشياتها: كفى وارحلوا ولا مكان لكم فيما بيننا. الحكومة الحقيقة تعمدت قتل المتظاهرين بكل الطرق والوسائل، السم في الشاي، القنص، بنادق الصيد، القنابل الدخانية، كل شيء ممكن يتاح لهذه الحكومة أن تستخدمه استخدمته هي وميليشياتها وأحزابها وعصاباتها القمعية في العراق وفي كل المحافظات العراقية. كما نشاهد كل يوم لقطات جديدة تظهر لنا حجم القمع الحكومي، وهو ما حدث اليوم أيضا حيث سقط أحد الشهداء وأكثر من 14 جريح آخرين، وهذا ما يحدث في كل يوم في العراق. الذين العراقيين الذين يريدون أن يقولوا لهذه الحكومة: ليس لكم مكان فيما بيننا، نحن العراقيين الأحرار، نحن لسنا تبعا لإيران وغير إيران. كيف تتوقع أن تكون مليونية يوم غد المقبل؟ هناك دعوات متواصلة طبعا للمليونيات، هي ليست الأولى، هذه المليونيات المتتابعة، يعني كيف تنظر إليها وماذا تكشف؟ كل يوم وكل مظاهرة وكل موقف وكل اعتصام هو رسالة للعالم بأن العراق يريد أن يستأصل الورم الخبيث الجاثم على صدره منذ 17 عاما. تريد هذه المليونيات أن تقول للحكومة الخضراء: لا مكان لكم، أنتم قتلة، أنتم مجرمين سفلة، أنتم عصابات ومافيات، قتلتم الناس وهجرتم الناس ودمرتم البلاد وسرقتم العباد، لذلك لا مكان لكم. في الحقيقة نعم، غدا هناك مليونية كبيرة لربما دعت لها أو مهدت لها أيضا بعض الكتل وخاصة تيار الصدري، وقد سمعت وتأكد بأن هناك باصات ستقل متظاهرين من عدد المحافظات العراقية سيحضرون إلى مليونية الغد، ولكن بالمحصلة النهائية مهما كانت هذه المظاهرات فهي تخدم العراق بأن هناك عصابة تحكم المنطقة الخضراء، هناك ميليشيات، هناك أحزاب الحقيقة طيب لا أستاذ نريدها. زياد، يعني لماذا تتعامل الحكومات المتعاقبة، السياسيون، أركان العملية السياسية منذ 2003 وحتى الآن، لماذا يتعاملون مع الشعب وهم طبعا غاضبون ويريدون التغيير؟ دائما سياستهم مع المتظاهرين هي سياسة فرض الأمر الواقع، هم رافضون لكل من شارك في العملية السياسية، لكن الأحزاب ترشح محمد توفيق علاوي أيضا هو مشارك في العملية السياسية. يعني سياسة الأمر الواقع التي يتعاملون بها مع المتظاهرين، كيف تنظر إليها وكيف تعكس؟ الأحزاب السياسية التي تحكم الآن العراق بكل مسمياتها هي أحزاب فوضوية، أحزاب قمعية، أحزاب تعمل بعقلية المعارضة، أو كما تقول بأنها كانت معارضة سابقة للنظام السابق، هي عصابات ومافيات. لا تستطيع هذه الكتل والأحزاب أن ترشح شخصية واحدة نزيهة، لا يوجد شخص نزيه في العراق يستطيع أن يعمل مع تلك الأحزاب مهما كانت. محمد توفيق علاوي هو مرشح تلك الأحزاب، وهو عضو برلمان لدورتين، وهو وزير اتصالات ولديه ملفات فساد وتداخل أسري مع مقتدى الصدر. لا يوجد من يستطيع أن يرشح شخصية نزيهة لتولي
رئاسة الحكومة بالعراق ومحسوب على الأحزاب وهو شريف أو نزيه أو إنسان غير فاسد أو غير سارق. هم عاجزون عن ترشيح شخصية وطنية مقبولة، رغم كل هذا الفراغ الحكومي وكل هذه المدة لم يستطيعوا أن يقدموا شخص واحد. لا يوجد شخص شريف يضع يده بيد هذه الميليشيات وهذه الزمرة القاتلة المنبوذة من قبل الشعب العراقي. طبعا حديث محمد توفيق علاوي دائما ما يتحدث أنه يجب محاسبة ومحاسبة المتسببين بمقتل المتظاهرين، كيف يمكن له أن يقوم بذلك طبعا مع طرحه برنامجا حكوميا قائم على التطوير والنهضة في جميع القطاعات؟ كيف يمكن أن يعني يقوم بكل ذلك وينفذ جميع ما تعهد به مع أنه يعني مرشح أحزاب كانت السبب في كل ما يعانيه العراقيون وما خرجوا لتغييره من خلال هذه التظاهرات؟ سيدي الفاضل محمد توفيق علاوي يناقض نفسه تماما عبر برنامجه الحكومي، فهو غير قابل للتطبيق عمليا كونه يدعي أنه يتصدى للفساد وهو مرشح عبر أحزاب الفساد. هو سيقول أنه سيحاسب من قتل المتظاهرين، بينما قتلت المتظاهرين من رشح محمد توفيق علاوي. إذا هناك تناقض. معظم أعضاء البرلمان، معظم الكتل السياسية الموجودة الآن مثل هادي العامري وكتلة البناء وتيار الصدري وسائرون، هم متفقين على ترشيح محمد توفيق علاوي، وهم المتهمون الرئيسيين في قتل المتظاهرين، وهم المتهمين بالسرقات وأعمال المافيات التي تحدث في العراق منذ سنوات. إذن لا يمكن لمحمد توفيق علاوي أن ينفذ هذا المشروع الذي ولد ميتا. الحقيقة تم إجهاضه عبر الثورة العراقية التي أثبتت أنها السبيل الوحيد لتخليص العراق مما يحدث، خاصة مع تفاقم الأزمات المتتالية التي تعصف العراق. الاقتصاد العراقي الآن شبه منهار، العراق محاصر بريا وجويا حتى من قبل تركيا أوقفت الحدود، مرض يفتك في العراق مثل ما يفتك الآن في المنطقة. لم تستطع هذه الحكومة إيقاف الطيران ما بين إيران وبين العراق وانتشار الأوبئة. نعم. إذن هي حكومة إجرام وقتلة، ومحمد توفيق علاوي لن يستطيع تقديم أي شيء للمتظاهرين ولا للعراقيين بصورة عامة. من فيينا الصحفي والإعلامي العراقي الأستاذ زياد السنجري، شكرا جزيلا لك.